الحجر المنزلي اختبار لكل مسلم. هل أنت صادق في محبتك لله؟ أم أنك الآن بدون صلاة تراويح في المسجد ستترك هذه الصلاة أو تصلي صلاة يسيرة وتنشغل بالقيل والقال والسهر واللعب؟ أبشر يا أخي، فقد يكون هذا أفضل رمضان يمر عليك. كيف؟ لا عمل، لا خروج من البيت، يعني وقتك بين النوافل وبين الذكر والدعاء وبين المصحف. اجعلوا بيوتكم قبلة. ما أجمل أن يجتمع الأب والأم والأولاد في صلاة التراويح. لنجعل بيوتنا مساجد صغيرة، فما أجمل البيوت بالصلاة والذكر والقرآن.